تعالوا بقى اقول لكم على اجمد ماسك واخف ماسك واسهل ماسك ممكن تعمليه بالفازلين وزيت الزيتون وشوية مكونات بسيطة كده موجودة عندنا. شايفين الجمال يا بنات؟ شايفين عامل ازاي؟ خفيف قوي قوي، وفي نفس الوقت هيفرق معاكم قوي قوي في بشرتكم ان شاء الله باذن الله يا رب. لو جربتوه هتدعولي، بس زي ما قلت لكم يا بنات الماسكات الطبيعيه ما ينفعش تستخدميها مره وتقولي ما جابتش نتيجه. الماسكات الطبيعيه لازم تستخدميها اكتر من مره علشان تجيب معاكي نتيجه، يعني مش اقل من 4 5 مرات في الشهر. تمام يا بنات؟ شايفين الماسك عامل ازاي؟ جميل جدا جدا جدا، تحسوه مقطع كده بس شويه شويه مع التدليك هتلاقوه فرد وبقى زي الفل، حاجه كده تحفه يا بنات. على فكره ده ممكن تستخدميه ككريم ليلي لو بشرتك جافه، لو بشرتك جافه تمام، لكن لو بشرتك دهنيه لا طبعا هتحطيه بس نص ساعه وهتغسليه بميه فتره وان شاء الله باذن الله هتدعي لي. شايفين هو اصلا شويه شويه كده بتحسي ان هو اختفى والحاجات اللي البيضه اللي باينه دي بتروح. شايفين يا بنات الماسك عامل ازاي؟ تحفه. يلا يا بنات هنعمل الماسك بتاعنا بطريقة بسيطة ومكونات بسيطة بس مفيدة جدا جدا. بس قبل ما ابتدي الماسك بتاعي واعمله عايزة اقول كلمتين كده، يا ريت ايه تستقبلوهم مني كده بصدر رحب. بصوا يا جماعة، الناس اللي بتكتب كومنتات وتقول انتوا كل اللي بتنشروه ده كذب وما بيعملش نتيجة، لا والله العظيم ابدا. الماسكات الطبيعية والوصفات الطبيعية اللي هو يعني الطب البديل سواء للبشرة للجسم للصحة عامة بتجيب نتيجة حلوة جدا جدا، بس مش من اول مرة ومش من اول استخدام ومش هتستخدميها مرة وهتشوفي نتيجة. اقل حاجة النتيجة بتبان اقل حاجة بعد شهر، يعني متعمليش الماسك مرة وتيجي تقولي لا ما جابش نتيجة. جماعة انا فعلا الماسكات دي بتفرق واستخدموها، وما تستخدميهاش مره وتقولي خلاص انا لا ما عملش نتيجه، لا طبعا. يعني بشرتك استفادت بايه؟ تمام يا بنات يلا بقى نبتدي الماسك بتاعنا. اول حاجه معايا هنجيب معلقه من الفازلين، فازلين الطبي اللي هو ده تمام، من الصيدليه مش السايب اللي عند العطار ده، هو انا حاطه نص معلقه صغيره، انا مش عايزه اكتر من كده. وهروح، لا قبل ما اروح هعمل كده احط ايه، احط برضو عليها نص معلقة من زيت جوز الهند. تمام يا بنات هروح بقى ادوبهم كده على حمام بخار وارجع لكم تاني ونشوف هنكمل وهنعمل ايه. تمام بقى يا امارات، انا طبعا نقلت الحاجات في علبة كده عشان ينفع احطها على حمام بخار، حاجة استلس بقى حاجة زي دي كده، خلوا بالكم ما تنسوش تحطوا في حاجة ازاز او كده علشان ما ايه ربنا يسترها. هبتدي بقى دلوقتي احط ايه يا بنات، احط نص معلقه صغيره من زيت الزيتون، وزيت الزيتون طبعا كلنا عارفين فوائده قد ايه للبشره. تمام يا بنات انا طبعا بعمل كميه صغيره عشان يعني هستخدمها لوشي بس، يعني ايه فاهمين اللي هو بس هفرده ممكن يكفيني مرتين كده على بشرتي على وشي بس. لو انت عايز تعملي كميه اكبر من كده اعملي. وهنزل دلوقتي بايه بقى، هنزل بنص معلقة برضو من النشا وهبتدي اقلب كويس جدا. النشا احنا المفروض هنحط معلقة بس هنضيفها كده ايه تدريجيا. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ مهم جدا طبعا حمام البخار. الناس اللي انا كنت لسه قريب عاملة ماسك بالفازلين، الناس بقى اللي كانت بتشكك في انه مش كويس وفي ناس قالت لا كويس، ويعني كان في اختلاف كتير قوي، يعني في ناس كانت مختلفه جدا في الموضوع. تمام انا بقى هقول لكم عن تجربتي الشخصيه مع ماسك الفازلين والنشا. عارفين حاجه فوق الرائع، حاجه كده انا كده حطيت معلقه كامله بنات من النشا، يعني حطيها تدريجيا كده علشان ما يبقاش ناشف منك وما يقفش، لان احنا طبعا لسه هنحط حاجات تانية. ولو حسيتي برضو بعد ما تحطي الحاجات التانية ان الخليط سايل شويه عادي مفيش اي مشكله زودي. تمام زودي شويه نشا. تمام يا بنات كده تمام قوي. هنزل بقى دلوقتي بايه بقى، هنزل دلوقتي بشويه من ميه الورد، مش كتير برضو، اللي هو ايه يعني هنقول كده ايه ربع معلقة نص معلقة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام مية ورد، خلي بالكوا وانتوا بتشتروا مية الورد هاتوها خاصة بالبشرة ما تجيبوش مية ورد مركزة. تمام وهنبتدي نقلب كويس جدا.
تمام كده جدا. بصوا بقى، في حاجة تانية المفروض اني اضيفها، البنات اللي عندها شوائب في بشرتها وبشرتها يعني ايه عايزة تتقشر وناشفة وجافة وكده هتحطها، البنات اللي عادي عايزة تفتح بس ويبقى في نضارة كده مش هتحطها. ايه هي المفروض؟ ايه هي المفروض؟ معلقة سكر. المفروض تحطي معلقة سكر. هنبقى عملنا ايه بقى؟ هنبقى عملنا سكراب وعملنا تفتيح وترطيب في نفس الوقت. لكن لو مش محتاجة السكراب ما تحطيش معلقة السكر. انا عن نفسي مش هحطها، كنت عايزة احطها بس انا ايه كنت لسه عاملة تقشير قريب وانا مش بحب اعمل تقشير كتير. تمام، فانا هكتفي بالحاجات اللي انا عملتها دي. بصوا بقى انتوا عملتوا قنبله قنبله من الجمال يا بنات والله العظيم. الماسكات الطبيعيه بتفرق في البشره كتير جدا جدا، عارفين انا حقيقي فارق معايا ومع بشرتي والماسكات الطبيعيه، وفارق في نضاره وشي وبيخليكي تصغري كتير جدا جدا الاهتمام بالبشره. في فيديو كنت عاملاه قريب، في فيديو هينزل لكم ان شاء الله اللي هو زيت الخميره، تحفه تحفه تحفه. انا بنصح كل البنات اللي عندهم ترهلات في وشهم، اللي بشرتهم اللي وشهم رفيع وعايزين وشهم يبقى مليان، اللي عايزين وشهم كده يبقى نضر، اعملوا بصوا هو مكوناته بسيطه جدا جدا وهينزل لكم اشوفوه ان شاء الله. مكوناته بسيطه جدا جدا، لو استخدمتوه صدقوني هتلاقوه فرق معاكم من اول مره. في ماسك تاني بقى بنات اللي هو مكعبات الكولجن، كنت عاملاها برضو على القناه. الحقيقه الفيديو ده ما خدش حقه خالص على القناه، اقسم بالله المكعبات دي من اجمل الحاجات اللي جربتها لبشرتي وفرقت معايا كتير جدا جدا، واسهل ماسك ممكن تعمليه. هو بتعمليه وبتحتفظي بيه عندك في التلاجة، سهل وبسيط لدرجه لا تتخيلوها، وفي نفس الوقت رائع يا بنات، مفيد جدا جدا للبشره. تمام يا بنات، انتوا خلاص شفتوا الماسك بتاعنا عامل ازاي، شايفين القوام بتاعه ايه. طبعا الكميه دي مش قليله، الكميه دي ممكن تكفيني على بشرتي على وشي مرتين. الماسكات الطبيعيه بتحتفظي بيها في الثلاجه لمده اسبوع 10 ايام بالكتير قوي. تمام يا بنات، كده خلاص احنا عملنا الماسك بتاعنا. شوفوا بقى الماسك وجماله، شايفين ما شاء الله. هتفردي الماسك كده على وشك، هتسيبيه لمدة نص ساعة، هتسيبيه لمدة نص ساعة، هيفرق معاكوا جدا جدا جدا. الماسك ده ينفع للناس اللي بشرتهم دهنية واللي بشرتهم جافة. النشا بيمتص لو في دهون زيادة او كده بيمتصها، وفي نفس الوقت بيفتح وبيرطب وبيخلي البشرة جميلة جدا ورائعة. تمام، والحاجات الاضافات التانية دي تفتيح وترطيب تحفة تحفة. يعني انت هتستفيدي بالزيوت كتديكي نضارة وتغذي بشرتك، وفي نفس الوقت لو في يعني ما تقلقيش لو بشرتك دهنية عشان احنا حاطين نشا. تمام يا بنات، الماسك اهو خفيف قوي فوق يعني زي ما انتم شايفين كده. تمام، هتسيبيه زي ما قلت لك كده وترجعي تشطفيه بميه دافيه وبعدين ميه ساقعه عادي خالص، مش هتحتاجي ترطبي بعده عشان هو مش محتاج ترطيب، عشان ما شاء الله في كميه زيوت حلوه هترطب لك بشرتك من غير اي تعب. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس قبل ما انهي الفيديو بتاعي اتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.